جاء شعار نادي الوداد الرياضي سنة 1937 سنة التأسيس مصمما في شكل دائرة كتب بداخلها اسم الفريق بخط عربي جميل، وبعد سنوات تطور ليشمل هلالا كرمز للإسلام. وبموازاة مع ذلك كان الوداد أول فريق مغربي يضع العلم المغربي على قميصه، وفي مرحلة تالية أصبح في شعار الفريق ما يرمز إلى إنه فريق لكرة القدم وأسوة بالأندية العالمية الأكثر تتويجا، فإن شعار الفريق ستوضع في أعلاه نجمتان ذهبيتان ليرمز ذلك لحصوله على 20 لقبا للدوري المغربي، ونجمتان ذهبيتان في الأسفل دلالة على حصول النادي